اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. سياده اللواء، يعني هنتكلم في الشق الامني، يعني الشق المتعلق باستدعاء الفتنه وتفاصيلها وفصولها. الحقيقه انه شق اتعملت فيه دراسات كثيره جدا في التاريخ الاسلامي، وغريبه ان البعض بيستدعيه في نفس اللحظه، لكن البعض شايف انها ممكن تبقى غطاء لمحاولات عنف، وان يتحول الامر لرفع المصاحف والقائها على الارض، وان الداخليه تدخل في اعتبار انها كانها بتدنس المصاحف. هتتعامل وزاره الداخليه في تقديرك ازاي مع الامر بحصافه؟ حضرتك تفضلت وقلت ان هم بيستدعوا وقعه من اخطر الوقائع في التاريخ الاسلامي، وقعه الخوارج وقيامهم برفع المصاحف في مواجهه سيدنا علي بن ابي طالب، اتهامه بالكفر. فهم ببساطه لانهم اغبى جيل من قيادات السلفية والإخوان المسلمين اللي ابتلي بيهم الشعب المصري الحالي، هم ببساطة بيقولوا احنا خارج العصر. احنا بالضبط مثلنا الأعلى رفع المصاحف اللي رفعوها الخوارج، فاحنا خوارج العصر. وللأسف الشديد في بعض الشباب اللي دماغه فاضية خالص، وهم بيحشوها بأي حاجة والفكر الغلط، وده بعد كده هتبقى مهمة الأزهر والأوقاف على اللونج ران. ولكن دلوقتي احنا كأمن بنقول الدعوات دي غلط وخطر، والناس اللي بتقول اخرجوا كلكم دفعوا عن الدين الاسلامي والدوله الاسلاميه في خطر واخرجوا بما اوتيتم من اسلحه، يعني هم بيقولوا ان احنا خروجنا مش سلمي وان احنا هنحمل اسلحه. طيب ورد الداخليه عليهم ان اي من يحمل السلاح في هذا اليوم سيتم تصفيته على الفور. طب الحقيقه فكره رفع المصاحف يعني فيها سيناريو كده قد يكون البعض يسعى اليه، وهي تحصل مواجهات والمصاحف مرفوعه، بالتالي هتقع المصاحف في الارض على الارض، وان تسقط على الارض وتهونا بالكفر والزندقه، واحنا مش ناقصين. لا يبقى معروف من الاول ان هم رافعين علشان كده، وان اللي هيشيل سلاح هيتضرب بالرصاص، واللي هيشيل المصاحف هيتضبط. لو شايل سلاح مصاحف بس هيتضبط، ولو وقع المصحف الكريم على الارض هيبقى اسمه عليهم، لان هم اللي شالوه وعرضوه للوقوع. وهم يعني ما هماش متدينين قوي، هم بيتاجروا بالدين لتحقيق اغراض سياسيه. طب هل في معلومات حوالين اماكن معينه ممكن تكون مستهدفه، او توقع لان هيبقى مثلا في احداث عنف او القاء قنابل، التفجيرات اللي كانت بتحصل في الفتره اللي فاتت هيكون ليها وتيره معينه؟ مين الجهات اللي حضراتكم لديكم معلومات انها بتنسق لهذا الامر؟ وهل تم القبض على اي من اللي دعوا اصحاب هذه الدعوه زي ما البعض كان بيتحدث؟ يعني كان في اخبار متضاربه ان تم القبض، واخبار قالت لا. والله انا اول واحد من طالب من اول ما ظهرت الدعوه على الفيسبوك وفيها تحريض واضح على القتل واستخدام السلاح لترويع المواطنين وتجديد السن، طالبت بان هم يتظبطوا على طول، وان المدعي العام العسكري يامر بضبطهم واحضارهم ويحالوا لمحاكمات عسكريه. انما بالنسبه للمعلومات، الحمد لله اجهزه المعلومات عندنا سواء جهاز الامن الوطني او قطاع الامن العام او المخابرات الحربيه عندهم معلومات دقيقه جدا جدا، واعتقد ان هم بداوا يتحركوا في هذا المجال وبداوا يظبطوا اللي بيعدوا وبيحضروا وبيمولوا وبيجهزوا الاسلحه والمتفجرات وبيشحنوا الشباب ليلقى حتفه او على الاقل ليخش السجن. انما بالتاكيد هتبقى في مواجهات يوم 28، وبالتاكيد تالي بنكرر كل من يحمل السلاح ويظهر في الطريق العام فقد اباح دمه حسب قانون الاجراءات الجنائيه. هو خارج شايل السلاح مش عشان يتصور بيه، هو خارج عشان يقدر السلم العام ويعرض سلامه المواطنين للخطر، ويعتدي على المنشات العامه، ويعرض كيان الدوله كلها للخطر. وما فيش دوله في العالم حتى اعتى الدول الديمقراطيه تسمح بمثل هذا العبث في مقدراتها. فهيتم التعامل معهم بمنتهى العنف وبمنتهى الحسم من اول دقيقه، واللي عايز بقى ينزل ينزل. شكرا جزيلا سياده اللواء محمود نور محمد نور الدين، مساعد وزير الداخليه الاسبق.